عندنا مطحن بن البركه هنا المعمل بتاعنا. بنعمل بن الاخضر الاول. انا هحمص لك بن كولومبي عشان البن الكولومبي ده اعلى انواع البن. بعد كده حضرتك باخده على المحمص وبعد كده بولع النار من هنا. النار ما تكونش عاليه قوي ولا هاديه قوي. البن بياخد ساعه الا ربع هنا او ساعه وبعد كده بنزله هنا في الحله هنا بتاعت المحمص ويقعد فتره يتقلب لحد ما يبرد. ابقى عايزه اي لون مثلا وسط او فاتح او غامق بس الدرجه دي احسن حاجه في البن اللي اتبرد. وبعد كده بنخش على المرحله الثانيه الاخيره دي اخر مرحله فيها.